مرحبا، أنا غيدة مرزوق، واليوم رح أحكي عن موضوع متعلق بعمل الخير على مدار السنة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك. اليوم معي من بيروت رئيسة جمعية الغنى الخيرية لينا أبو اللبن، لحتى نحكي أكيد عن كل المساعدات اللي اشتغلوا فيها خاصة بخلال هالشهر الفضيل مثل ما ذكرنا. لينا مساء الخير. مساء النور، يا أهلا غيدة. يعني نعاد عليكم اكيد مع نهايه الشهر الفضيل، انما ايضا اكيد مع العمل اللي عم تقوموا فيه على مدار السنه، انما خاصه خلال هالشهر. خلينا نعرف الناس بالاول على جمعيه الغنى الخيريه، نعرفهم كيف عملكم وكيف كنتوا عم بتحضروا كل السنه قبل ما يعني يقربوا عليكم، اذا فينا نقول، او يحكوكم يعني السفراء بالدول العربيه اللي حابه تساعدكم. مظبوط، نحن بلشنا تحضيراتنا اكشلي. يعني اذا بدك العمل الانساني ما بيوقف على مدار السنه، لانه الناس اللي بحاجه على طول هن يعني عم بيكونوا بحاجتنا، الارامل، الايتام، هالقصص. فالحمد لله انه عم نقدر نعينهم، عم نقدر نضيف لهم على حياتهم، انه شوي نوقف حد الام الارمله يعني. وكمان بالاضافه انه عم نساعد العيال الثانيه اللي هي هلا بتعرفي انه ما في شغل مع كل هالغلا، مع كل هالامور. فطبعا كمان كان في مبادرات من كثير دول الحمد لله، ومن كثير على صعيد افراد كمان، ومنهم طبعا دولة الامارات، ومنهم دولة السعودية كمان، يعني كانوا واقفين جنبنا وتعاوننا معهم بمشروعين، باكثر من مشروعين. وهون الشيء يعني هذا اللي عم نقوله، انه كمان الجمعيه بتشتغل مثل ما قلنا على مدار السنه وبتحاول تساعد كل الناس، يعني خاصه بنعرف انه العمل مثل ما قلت ما بيتوقف، بس في خلال هالشهر الفضيل بنعرف انه بتزيد اكثر احتياجات الناس، لانه دائما بيحب واحد يحس حاله اتليست عم يقدر يساعد هالشخص اللي هو فعلا بامس الحاجه للمساعده. انتم ايضا لما اتقربت لكم وقالت لكم دولة السعودية ودولة الإمارات إنه إحنا بدنا نساعدكم، قديش هالشي زاد عليكم كمان ضغط العمل وزاد المسؤولية لحتى توصلوا لكل هالأشخاص؟ صراحة ايه، عن جد يعني هلا نحن اول شيء اذا بدك بلشنا يعني شغلنا من قبل رمضان، كرمال لحتى لانه ناخذ المشاريع اللي معهم وهيك. بلشنا بالشتاء مع المركز ملك سلمان بالكسوة الشتائية اللي هي كانت على صعيد كل لبنان. كانت رائعة، الناس يعني ما بخبرك قد ايه انبسطوا. يعني الناس اذا ما معهم ياكلوا اكيد ما معهم يدفوا اولادهم. انا كان عندي اتصال مع سعادة سفير الامارات وقلت له انه في عندي فكرة انه هي دبل تشاريتي. فقلت له انه في مطعم بعرفهم عليهم صعوبات مالية كتير كبيرة وغرقانين بالديون، يعني ما بخبرك العيلة انه قد ايه كانوا عم بيقضوا من الوضع الاقتصادي اللي هو بلبنان، ومتراكم عليهم حتى دفعات. فقلت له شو رايك انه نتفق مع هذا المطعم، وانا بعرفهم انه هن بيشتغلوا بضمير وهيك، بناخذ الوجبات من عندهم، وكمان بنكون هيك عم نعطي للناس وجبات انهم ياكلوا. فعلا دغري وافق على الفكره وقالنا خلص اوكي بنباشر فيها. و25,000 وجبه يعني خلال شهر رمضان ببيروت توزعوا، بعدهم لازالوا عم يتوزعوا، ويعني ما بخبرك حتى العائلة قد ايه مبسوطين وقد ايه عم يدعوا يعني لدولة الإمارات وللسفير الإماراتي. ونفس الوقت كمان رجع طلب منا انه نحن نباشر نفس المشروع بصيدا، وكمان دولة سفارة الإمارات كمان تابعت عم تعمل بطرابلس وبالبقاع وبزحلة نفس المشروع. فيعني عم يتوزع على كل لبنان وما عندهم تفرقة أبدا، ويعني الحمد لله. وبالنسبة بالنسبة لمساعداتنا مع السعودية، نحن كان تعاوننا حتى بلش قبل رمضان بكسوة الشتاء. كنا عم نوزع معهم كسوة الشتاء، مشروع ضخم كمان كان عم يتوزع على كل لبنان كسوة شتائية. فطبعا بتعرفي سعادة الأهل بهالمبادرة، إذا ما معهم هن يطعموا أولادهم كيف لا يدفون. فكانوا طبعا كتير فرحين بهالمبادرة، وكفينا معهم برمضان بحملة قيمتها 1,200,000 دولار. كانت هيدي الحملة كمان عم يتوزع 26,000 حصة غذائية على كل لبنان، بشمال بجنوب بالبقاع. كمان الناس كانت الفيدباك رائعه من المواد الغذائيه، من سلال المونه اللي كانوا عم ياخذوها. يعني كان من ابرز التعليقات انه ما في شيء ممكن نستحليه ما لقيناه بهالبوكس، كثير ثقيل اسم الله، يعني كثير صعب واحد يحملها. فهول نشاطاتنا.
طب هون انا بدي اعرف اذن المشاهدين على قصه جمعيه الغناء، يعني الاشخاص اللي عم يشتغلوا فيها انتم كسيدات والمتطوعين اللي عم يشتغلوا معكم، لانه مثل ما قلتي يعني عم بتوصلوا كميات كبيره يعني من العلب، من المساعدات، من كنزه الشتاء وكل هالامور. يعني انتم تقريبا كمان كيف عم بيكون تعاونكم انتم بين بعضكم كالاشخاص والسيدات اللي عم بتكونوا انتم الاساس والمتطوعين على الارض؟ نحن يعني من ابرز ما بيميز جمعيتنا انه نحن بنتكل على المتطوعين، فمن هون بنقدر نوفر تكاليف اداريه كثير كبيره، وبتلاقي انه المتطوعين كلهم عم يشتغلوا من قلبهم، عم نشوف الحالات نتاكد منها نساعد، بينزلوا بيعطون كاش ماني بايدهم، بننزل يعني بتلاقي مثلا كفالات الايتام هلا عم توصل لهم على بيوتهم، حتى العيال هلا سكرنا كثير اجارات بيوت كانوا مكسورين عليهم، اصحابين البيت كانوا رح يحطوهم برات البيوت وهيك، فالحمد لله انه الاكيب عنا يعني كله بتلاقيهم عم يشتغلوا من قلبهم، ما بدهم شيء الا هيك يمكن انه للانسانيه، لالله يرضى عنهم، بتعرفي انه عمل خير كثير عن جد بيرجع بركه على حياته للانسان، فبتلاقي هيدا الجو الحلو بيناتنا بالجمعيه، يعني لازم الكل يجربه. أكيد هيدي نعمة فعلا مثل ما قلتي، لما واحد بيحس حاله عم يعمل عمل الخير وقديش بيرجع له كمان هيدا الشيء مباشرة، حتى من بعد ما يقدم الخير لغيره. هون أنا كمان بدي أحكي لينا، يعني هلا أنتم تعاملتوا مع دولة الإمارات ودولة السعودية، قديش رح يضل مستمر أيضا هالتعاون بيناتكم؟ إن شاء الله بضل مستمر، يعني حتى نحن بالنسبة لدولة الإمارات نحن شريك استراتيجي لإلهم، الحمد لله، وصرنا بنتعاون معهم من سنين من قبل، وهديك السنة كان عنا إفطارات معهم، وعلى طول عنا شغل معهم، يعني دولة الإمارات سباقة بعمل الخير، أو كان كمان على صعيد السعودية إذا بتحكي كمان يعني بلد الإنسانية، ويعني هيك لهم فزعه مثل ما هن بيقولوا للمحتاجين. طبعا ان شاء الله نحن مكفيين معهم، وعنا تعاونات لقدام، وعنا يعني عم نحضر حتى من هلا لمشاريع للشتاء وهيك معهم. وهذا الشيء فعلا اساسي، يعني مثل ما قلتي لما عم تحسي حالك قادره ايضا تتجهي لهالدول العربيه اللي قلبها كبير وبدها تساعد لبنان ودائما لبنان ببالها، كمان هذا الشيء مش سهل ابدا، وتقدروا تحسوا حالكم انه فعلا قادرين تتكلوا على اشخاص اهل للثقه، يعني وقادرين هن كمان يوثقوا فيكم وبالشغل اللي عم تشتغلوه على الارض. أكيد بتعرفي كتير بترتاحي أنت لما تلاقي حدا حتى مقدر شغلك، يعني حتى مقدر شفافيتنا، يعني من أحلى الكلمات اللي أنا سمعتها هيك لما ساعدت سفير بيقول لي إنه قديه شغلكم شفاف، قديه شغلكم واضح، قديه إنه ثقتهم الحمد لله كبيرة فينا، لأنه نحن هيك بنشتغل، يعني نحن حتى عنا دونرز تبعولنا اللي نحن بنسكر من خلالهم المعاشات اللي بياخدوها الكبار بالعمر او الصغار او الايتام او صوتات المدارس او هيك، كله بنكون معهم كثير شفافين، يعني كل حدا بيشوف، يا اما بنصور يا اما فواتير اذا سكرنا يعني مستشفيات او هيك شيء، فالحمد لله انه تلاقي حتى دعم من الدول وتقدير منهم على هذا العمل يعني اللي نحن عم نعمله. واكيد هذا الشيء فعلا اساسي. وهون كمان انا يعني قبل ما انا عم بختم انا وياك لينا لحتى نقول انه الاشخاص اللي عايشين برا المغتربين ايضا اللي موجودين خارج لبنان قديش بحسوا حالهم مثلا اوقات بدهم يساعدوا ومش عارفين كيف بدهم يساعدوا لمين بدهم يتجهوا، ايضا كمان ممكن تكونوا انتم الاشخاص اللي ممكن يقدروا يعطوكم لحتى تقدروا انتم ايضا تعطوا او تساعدوا بطريقتهم، لانه هن موجودين بعاد وما قادرين هن يساهموا بحد هن بنفسهم. يعني مضبوط، بيجينا اتصالات من برا، عنا دونرز من المانيا، عنا دونرز من استراليا، من وين ما بدك، يعني الحمد لله في عنا ناسنا وصاروا يعرفوا شغلنا وبيرتاحوا معنا، لانه نحن كثير بنشتغل بشفافيه، ولانه بيعرفوا انه الدونيشنز تبعولهم رايحين مثل ما هن للفقير، ما انه بينشال منهم 20 و30 و40% بيقولوا لك مصاريف اداريه، فالحمد لله الحمد لله هذا يعني الشيء اللي نحن الطريقه اللي معتمدينها كثير كسبانين ثقه ناس. أكيد وهذا الشيء فعلا بدنا نقول لكم مشكورين أنتم عليه، يعطيكم ألف عافية لإلك ولكل أنا فريق بس العمل ولكل المتطوعين. حابة أحكي لك عن مشروع صغير نحن عم نعمله، مش صغير اكشلي كتير كبير. أوكي، نحن الحمد لله اشترينا أرض 9000 متر وبلشنا حفر فيها، المشروع كتير حلو، هو اسمه دار اليتيم والأم. أوكي، هلأ بعدين حيتغير اسمه، بس هيدا بالأول يعني بس لحتى هيك الناس يعرفوا شو الكونسبت تبعوله. الكونسبت تبعول دار اليتيم والأم إنه نحن على أرض الواقع لما أجينا شفنا الأيتام
عم يربوا بلا امهم، يعني بعد ما هن يكونوا فقدوا بيهم بيرجعوا كمان بيتاخذوا من امهم. اوكي، فنحن قررنا انه يعني ما حبينا هذا الشيء ابدا، وما وحابين نغير هالظاهره، يعني نعم. حابين يصير في شيء اسمه دار اليتيم والام. فبادرنا نحن الحمد لله، وعم نبلش بدنا نعمر ان شاء الله شقق سكنيه كثير صغيره، بتجي الام هي بتسكن مع اولادها الايتام وهي بتربيهم، نعم. وعاملين حد مدرسه، ايه بضلهم حد امه. بتعرفي انت قد ايه اهميه الولد يعني امه كل شيء بالنسبه له، ما فيك تقشطيه من امه للولد، يعني شيء كثير ما بعرف. فالحمد لله هيدا كمان المشروع كثير. ما شيء لها هن ولادها يعني بالنهايه، ما هي القصه كمان يعني متبادله متبادله. يعني بتعرفي بتكسري المرأة وبتكسري الأم وبتكسري الولد لما بتاخديهم من بعض. فنحن بنعتبر انه لا، واحد يعطي التبرعات للايتام مباشر، مش انه عرفتي كيف ينفصلوا عن بعض. فعاملين لهم كمان حد مدرسه، وبعد المدرسه بنكفي لهم علمهم بمعهد مشان ما يضلهم السايكل الفقر يضلوا عم بيجر بعضه. وعاملين مطبخ وسوبر ماركت وصيدليه ومستوصف وكتير انتيتيز، مشان الام الارمله كمان يكون عندها جوب اوبورتيونيتي، ومشان كمان نفس الوقت يكون الولد هو عم يكبر كمان عم بيقدر يشتغل بهذا الكومباوند الكبير اللي عم نعمله، وبيقدروا يصمدوا مصرياتهم. سو لما بيظهروا من عنا بيكونوا صاروا كبار، بتكون الام صمدت مصرياتها لانه طبعا نحن عم نصرف عليها، وجمعت حق بيت بكبرتها، فصار عندها حق بيت بكبرتها لو صغير، عندها اولاد متعلمين. انت نقلتيهم من مرحله الفقر لخلص، يعني يو ليت ذيم جو وانت وضميرك مرتاح. كثير مستقلين فعلا، هذا الشيء الاساسي فعلا مثل ما قلتي، يعني ارض كبيره مثل ما قلتي لينا. ابتديتوا هلا الحفر، هي وين الارض اخذتوها؟ هي اخذناها ببشامون، اها بمنطقه بشامون، كثير حلوه وكلها شجر ومطلع على البحر وهيك، يعني حتى هن نفسيتهم ان شاء الله بيكونوا مبسوطين. اكيد، وهذا فعلا مشروع كثير كبير، وبنقول لكم ان شاء الله كل التوفيق له، لانه اكيد بده عمل كثير دؤوب، وبده ايضا يعني جهد كبير، بده تمويل كثير، وايضا انما الهدف نبيل جدا، اللي هو مثل ما قلت تجمع الام مع اولادها، والاولاد مع امهم، يعني بالنهايه مثل ما قلنا الامور متبادله. انا بدي اشكرك كثير كل واحد لينا، بنقدر نطلع فيه. ان اكيد اكيد، يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله اكيد بدلكم من نشاط الى اخر، ومن مشروع خيري الى مشروع ثاني كمان بجهودكم كلكم سوا مع بعض. اهلا وسهلا فيك لينا ابو اللبن، رئيسه جمعيه الغنى الخيريه، اهلا وسهلا فيك وشكرا لك، وان شاء الله بنعاد على الجميع يا رب بنهايه شهر رمضان المبارك، واقتراب ايضا عيد الفطر السعيد. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك لينا. شكرا اكيد كثير غسان، شكرا كثير على امكانيتك وانك اقترحتي علينا انه نكون معك. ثانك يو كثير. هيدا اقل شيء فيني اعمله، على القليله دلني احس ايضا انه انا قادره كمان اعمل خير، حتى لو كنت بعيده عن بلدي، بس بضل قلبي موجود بلبنان ومع كل هالاشخاص المحتاجين. شكرا لينا، اهلا وسهلا فيكي، لحتى تحضروا هاللقاء وايضا كل اللقاءات الثانيه فيكم تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل لالي غيدا مجذوب، واكيد فيكم تشوفوا كل السوشيال ميديا وكل شغلي، وانا بشوفكم بلقاء جديد.